لا إشكال عندنا مطلقا. ولذلك لما اتصل بي المتصل المتنصر الحجر وقال لأن أبا المؤثر رحمه الله أئمة الغرزان الهجري يقول بتكفير الإمام علي، قلت له الأصول التي يعتمدها أبو المؤثر صحيحة، الأصول التي يعتمدها أبو المؤثر صحيحة لا إشكال عنده، وعلي كغيره من الناس. وإن كان عندك أنت في كتاب الله أو تواتر سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يستثني الصحابة علي أو غير علي من تكفيرهم من واقع مكفرات، فهاته انتظر من الآن إلى يوم القيامة ولا يقبل. ولذلك هذه الفئة المحقة لا تدادي في قناعاتها ورسولها. ومن أراد يجادل أهلها، ولا مانع بعد ذلك متى ما تبين الحق أن يتبع.